اهلا وسهلا بكل مشاهدين فاشن نيوز اريبيا بكل مكان بالعالم. حلقه جديده رح بتحبوها وما رح شوقكم بعد اكثر من هيك، رح اعرفكم على كل فقراتنا. المرأة العربية تؤثر على الموضة العالمية. ريكاب على اشهر هالوين كوستيومز يلي ظهر فيها المشاهير على مر السنين الأخيرة. فاشن نيوز أريبيا مستمر بتكملة تغطية فعاليات أرب فاشن ويك. حبيت إنه المجموعة تتمحور حول كتير قصص بتشبه المرأة. كريستي ماكلاود تطوف العالم بالريد دريس. I decided I wanted to create a piece of work that would draw together. إليسا ما بين المودرنيتي والكلاسيكية. إذا بدكم تتعرفوا على أبرز شو صار بعالم الموضة مؤخراً وخلال هالأسبوع، ما إلكن إلا تابعوا الهوت نيوز يلي جمعنا لكم فيها شو عم بيصير بعالم الموضة والفن والجمال. بلا حديد وليل موس إلى جانب أدوت أكاش وبالوما ألساسر يتنافسون على جائزة موديل العام من قبل بريتش فاشن أوردز، المقرر الإعلان عن جوائزها في 5 ديسمبر القادم. ميغان فوكس تتألق بفستان ذهبي من توقيع المصممة المصرية ياسمين يايا أثناء حضورها تايم 100 نيكست غالا، فيما اختارت ليلي كولينز فستان أحمر بسيط من رالف لورين. نانسي عجرم تختار فستان من تصميم توني وورد من أجل إطلالتها في الحملة الدعائية الخاصة بموسم الرياض. جيجي حديد تسلم تومي هيلفيجر جائزتها التقديرية المقدمة من قبل WWD Honors Awards. تايلر سويفت تخطف الأنظار بمجوهرات ثمينة من بلغاري في الفيديو كليب الأخير بجول. ميساء مغربي تتألق بفستان أبيض وأسود من تصميم نور فتح الله في جلسة تصوير جديدة في تركيا. نايومي كامبل تطلق مبادرتها الخيرية إيميرج في قطر على هامش فعاليات فاشن تراست أريبيا بالتعاون مع مؤسسة قطر كرييتس. تكريم كيم كارداشيان وعلامتها سكيمز بأول إنوفيشن أورد في تاريخ حفل جوائز الـ CFDA المقرر إقامته في 7 نوفمبر القادم. درة زاروق تظهر بإطلالتين من ديار وسولاس لندن في مدينة العلا بالسعودية. كاني ويست يخسر مليار دولار أمريكي بعد فسخ أديداس لعقدها معه، وهو الأمر نفسه الذي لجأت إليه بالنسياغا بسبب تصريحاته التي وصفت بالعنصرية. قبلنا نور وتارا عماد وغيرهم من الفنانات ودردشنا معهم بأمور الموضة والجمال، وخبرونا عن الكثير من الأسرار مثل مصممينهم المفضلين و their favorite glam team وأول شخص بياخدوا رأيه بإطلالتهم. تعرفيني عن السؤال ده؟ لا 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 لو انا في البيت طبعا هيكون جوزي. ليك انا اكثر حدا بيعرف حالي واكثر حدا عايش معي، يعني انا اكثر حدا عشت مع حالي اكثر وقت. بحب كثير احمد عبد الله، ماي فريند اند ديزاينر. لحظه، لا لحظه واحده، دي مش اي واحده، دي حاجه ثانيه. هو ستايلست دايما بشتغل معاها يمنى مصطفى. باخد راي ولادي، ماما وجوزي واختي. مامتي. ايتن. التيم بتاعي. صحابي، يعني انا عندي جروب صحابي بنات بقول لهم ايه رايكم حلو ده. مامتي واختي. اسمت بنتي وحسن جوزي. باخد راي المصمم نفسه اللي عم بشتغل معه. هي ريتا. ريتا واختي توما. ده انا وميس، هم معايا على فكره هنا. هيبقى مين يعني غير الاخت ميس ليم ودانا. احنا بنقعد بننتقد بعض وبنظبط لبعض اللبس وشعرنا. I
اي حد. مش اصل انا مش يعني انتو فاشن قوي يعني. في ناس كتير قوي، بس ما اكذبش عليكي بجد بجد ما بقاش في فاشن ايكون قوي. بحب نوال زغبي جدا، نيكول كيدمان، سارة جيسيكا باركر، ناتالي بورتمان، بلا حديد، بحسها جريئه عندها حاجات حلوه تعرف تلبس. عالميا زندايا، ومحليا صبا مبارك، يسرى، منى زكي كتير، دره خطيره، حد بيلبس حلو بحب قوي بصراحه دره. عربيا دره طبعا. كان من الصعب اعتلاء ساحة الجمال ببداية الألفين لكونها الفترة شهدت على انطلاق أجمل الفتيات بالوطن العربي، ويلي كانت بينهم ملكة الأحساس إليسا، يلي قدرت أنه تحجز مكان خاص ومميز لإلها سواء على صعيد الجمال والأناقة أو على صعيد الفن. ولأنه إليسا عم تحتفل بعيد ميلادها اليوم، قررنا أنه نقلها هابي بيرثدي كوين إليسا من خلال هالتقرير. إليسا من أكثر الفنانات ارتباط بعالم الموضة، فمن بداية مسيرتها لفتت الأنظار بسبب إطلالاتها المميزة، ومع ازدياد شهرتها شهدت إطلالات إليسا تطور ملحوظ، فصارت تختار أشهر المصممين العالميين مع حرص اختيار شو بيناسبها. البداية مع المصممين العرب، أبرزهم إلي صعب يلي بتجمعهم علاقة صداقة، ونيكولا جبران يلي اختارته مؤخراً لجلسة تصوير بقلعة فقرة بلبنان ترويجاً للسياحة. ومثل دار لبورجوازي بتختاره دايماً لإطلالات عفوية وجريئة، وإطلالتها بكليب إلى كل اللي بحبوني. إلى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني. ارتبط اسمه أيضا بدور أزياء عالمية مثل برادا وبالمان يلي كتير بتحب تلبس من تصاميمهم، وأيضا بتحب ديفيد كوما يلي اختارت من مجموعته إطلالتها لحفلة بشاهد في آي بي. وأمانة ما تمشي يا قمر الليل يا وحلى الليل ويا حبيبي. حفلة جوي أوردز بنسخته الثالثة ويلي اختارت إطلالة رويال، فارتدت فستان أسود من توقيع ألكسندر ماكوين خطفت فيه الأنظار. ولا غلاف ألبوما إلى كل اللي بحبوني اختارت فستان أخضر طويل من ألكسندر فوتيه. ولا الكاجوال أوتفيتس إليسا بتختار لاذر والدنم أون دنم، فهي بتحب دايما تكون إطلالتها بسيطة ولكن أجي. ارتبط اسم إليسا أيضاً بتكرار ارتدائها للألبسة مثل ارتداء فستان من توقيع إليسا مرة بحفل غنائي كانت قد ارتدته سابقاً بحفل موسم الرياض، ولكن لبرودة الجو ارتدت فوقه معطف أسود. إلى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني قعدت كل حل. أما للمجوهرات فعرفت إليسا بتعاونة دايم مع لازوردي يلي بلش بعام 2007. وبعيداً عن الموضة وبعد تحضير عام ونصف، تدخل إليسا عالم التجميل مع باسام بإطلاق آي شادو باليت بتحمل اسم The Star. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليلة من فاشن نيوز أريبيا، ومن بعدها منكمل. بعدنا مكملين تغطيتنا لفعاليات عرب فاشن ويك المقام بدبي بتواجد عدد كبير من المصممين الشباب العرب والأجانب، وهيدا يلي رصدناه بالأيام الأخيرة من هالحدث. مبسوطة كتير كتير يعني هلأ ارتحت لأنه صارنا فترة 6 شهور
7 اشهر نون ستوب عم حدد لهيدي المجموعه فيدباك بتعقد. ام سو هابي. هيك حماس صابرينا محيدين بعد عرض تشكيله ريفلكشن لربيع وصيف 2023 الخاصه بعلامتها ليلي بلان ضمن فعاليات عرب فاشن ويك بدبي. وكالعادة Woman Empowering كان الثيم، ولكن هالمرة بطريقة مختلفة. حبيت إنه المجموعة تتمحور حول كتير قصص بتشبه المرأة ومستوحاة من الجيرني تبعيت المرأة. حبيت إنه دوي على البارتس اللي هن بيعنوا كل شيء بشخصيتها، البارت السوفت، البارت الحنون، البارت الاتراكتيف، الجريء، الباورفل، السترونج. لهيك اعتمدت صابرينا على ألوان بتليق برحلة المرأة بالحياة. مونوكروم أبيض وأسود. المونوكروم أنا كتير بحبه، أبيض الوردي اللي لونه أبيض، يعني بيزيكلي مستوحاة من هيدي الفلاور. فهيدا سيزن اعتمدت البلو، هيدا روي البلو مفضل عندي أنا، كتير بحبه لهيدا اللون، وحسيته أنه قديه بالرويالتي تبعيته ستيل هادي وشيك. بلاس يعني كمان زدت ألوان تاني إذا لاحظت مثل الفوشيا. معروف انه ليلي بلان هي علامه خاصه بازياء الريدي تو وير، الا انه صابرينا تجرأت واضافت ايفنينج لاين لهالموسم. حبيت انه اعمل تغيير تدريجي بقلب البراند، اطلقت لاين ايفنينج لاينز بس بيشبه البراند كثير بالايدنتيتي تبعيته بالدي ان اي تبعيته، ما بعدنا كثير. بهيدا الموسم اكيد انا حبيت انه استعمل اكثر تطريزي شوي تو اد تاتش، لانه انا كثير بحب الاشياء السمبل تو اد تاتش لحتى تميز القطعه، المره تحس حالها انه نحن تعبنا على القطعه لحتى نقدم لها اياها. وما خليت التشكيله من القطع الدراميه، ولكن اكيد كانت ممزوجه بالبساطه. كثير بحب القطع الطويله، بحسها انها بتعطي رويالتي لوك وبتعطي شيء هيك وبتعطي It's feminine when it's powerful dramatic look. وسيدي يعني لا تخلو من الدراما ابدا. سو هيدي الكيب الطويله والقطع الطويله هي قطع جس هيك بتضيف تاتش دراما. وكل هالقطع العصريه والمختلفه جذبت الكثير من المشاهير ليكونوا بالفرونت رو بالعرض. وما تركنا صابرينا حتى عرفنا منها هل ستكون فساتين الأعراس العصرية جزء من علامتها قريباً؟ لازم إنك تخطط وتدرس كتير منيح to create line bridal لأنه منه هين، يعني أنت قد ما قللت بالدريسز تبع العروس قد ما عم تحس عم تفقد لها الهيبة تبعيتها. سو لازم لاقي شيء كتير بيشبه البراند، كتير منمنست، كتير كلاسي، كتير شيك، وبنفس الوقت العروس المعاصرة حابة تلبسه. ايام قليلة بتفصلنا عن الاحتفال بالهالوين، واذا كنتوا بعدكن محتارين باختيار الكوستيوم المناسب لإلكن، نحن رح نساعدكن ومنذكركن باحلى واشهر الكوستيومز يلي اعتمدها مشاهير هوليوود خلال السنين الاخيرة يلي مش رح ننساها ابدا. البداية رح تكون أكيد مع ملكة أزياء الهالوين هيدي كلوم، يلي ما في سنة إلا وخطفت الأنظار عليها، بداية من الهندي وغادس عام 2008 وجسم الإنسان عام 2011، وإعادة ابتكار شخصية المستذئب من أغنية مايكل جاكسون ثريلر. والمرأة العجوز والزومبي العام يلي فات. والمميز بأزياء هيدي إنها ما بتستهين بأدق التفاصيل للطول بThe Perfect Halloween Look. أكيد The Kardashians ما بيستهينوا بأزياء هيك يوم، فما فينا ننسى كيف تحدت كيم مخاوفها من العناكب وحولت بيتها إلى بيت عناكب كبير عام 2020. أما كورتني وزوجها ترافيس باركر اختاروا يكون True Romance's Couple وإدوارد سيزرهاندز Couple's Costume. أما أختها كاندل يلي بتحتفل بعيد ميلادها بذات الشهر، لهيك تختار كوستيمز مميزة، فمرة اختارت فيري ومرة أعادت ابتكار صورتها هي وأختها كايلي يلي كمان اختياراتها دايما on point. فبعد ما واجهت اتهامات تعرضها لعمليات التجميل اختارت ان تكون باربي دول لعام 2018، ونشرت صورها على انستغرام تحت عنوان Plastic is Fantastic.
ذا نوزي بروفيسور عاد عام 2020 مع ذا ويكند يلي اختاروا للهالوين، وكعادته اهتم بأدق التفاصيل اللي يبدو نسخة طبق الأصل عنه، ذات الشيء اللي عمله عند ابتكاره لشخصية Godfather عام 2021. ما في شيء بيمنع ليزو إنها تحتفل بالهالوين حتى إن كان عندها حفل، مثل يلي صار بعام 2021 عندما حولت هير كونسرت إلى هالوين بارتي، واختارت شخصية دمية مسلسل سكويد جيم ورقصت على أنغام أغنية مايكل جاكسون. Where's your costume? This is my costume. I'm a homicidal maniac. They look just like everyone else. عائلة The Addams قدموها بنجاح جو جونس وزوجته سوفي تيرنر، ولكن عائلة جون ليجند took it to another level. المعروف عن هولزي إنها بتحب تلعب بالميك اب وتتكر لوبس مختلفة، والعام 2020 اختارت The Corpse Bride، وما فينا نقول إلا إنها كانت 10/10. أيام قليلة كتير بتفصلنا عن الهالوين داي، وبذلك في فرصة للمشاهير إنهم يبدعوا ويطلعوا بغير شخصيتهم، فيا ترى شو الشخصيات اللي رح نشوفها هالعام؟ المرأة العربية صارت مؤثرة كتير بعالم الموضة، مش بس لأنها من أكثر السيدات حباً للشراء والشوبينج بالعالم، ولكن هير فاشن ستايل المحتشم صار بيتصدر لكتير من الترندز بالعالم. لهيك صارت بيوت الأزياء العالمية تحجز جزء من بعض تشكيلاتها ليكون مناسب فقط للمرأة العربية. $200 مليار كان المعدل اللي صرفته المرأة العربية على الأزياء في عام 2013، وهذا اللي شجع كثير من بيوت الأزياء العالمية إنها تهتم بالملابس الفضفاضة وتقدمها بشكل مودرن. خطوة شجاعة اتخذتها علامة دي كي إن واي عام 2014 بإصدارها لمجموعة أزياء رمضانية. صارت مانجو على نفس خطى دي كي ان واي وقدمت مجموعة أزياء رمضانية، وبتمتلئ بعدها H&M يلي اختارت عارضة الأزياء المحجبة ماريا إدريسي لتقدم مجموعتها لخريف 2015. وبفساتين ذات أكمام طويلة قدمت دار أزياء فالنتينو مجموعة خريف شتاء 2014 في الأوت كوتور ويك بباريس. مجموعة ساحرة وسط كثبان رملية، هيك أطلق على مجموعة العبايات يلي قدمتها دار أزياء دولتشين جبانا لموسم ربيع 2016 للمحجبات، ولأول مرة ظهرت عارضة الأزياء الصومالية حليمة إيدان على كات ووك لعرض أزياء من مجموعة علامة تيزي في أسبوع الموضة في نيويورك عام 2018. وما اقتصرت على العبايات والقطع الفضفاضة، لكن قررت براندز وبيوت الأزياء العالمية إنها تدخل مجال الملابس الرياضية، فقدمت نايكي الحجاب الرياضي وقدمت سلسلة ماركس سبنسر البركي. بنقدر نقول إنه وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وظهور كتير من المدونات المهتمين بالموضة ساهمت في دخول كتير من بيوت الأزياء العالمية مجال الملابس الفضفاضة، مثل كريستيان ديار وشانيل وبوتيغا فينيتا وبيربي، ولكن بالأكيد تسعى كل دار لتقدم تصاميم مختلفة يميزها عن غيرها من دور الأزياء. رح نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا لليلة من فاشن نيوز أريديا، ومن بعدها منكمل. حافظ دوالي في الوقت
البيئات اللي انتلقت فيه الاحتفالات والألعاب النارية بسماء الهند، وتزينت البيوت والشوارع بالشموع والإضاءات المختلفة احتفالاً بعيد الديوالي. تزين نجوم بوليوود بإطلالات مميزة ومبهجة لا تتناسب مع أجواء الاحتفالات بهالعيد يلي بيعتبر أحد أكبر الأعياد بالهند. إطلالات مختلفة ظهر بيها أشهر ثنائي بوليوود خلال احتفالهم بالعيد، فتألقت النجمة أشواريا راي بساري باللون الزهري مطرز باللون الفضي مع زوجها أبيتشيك باتشان يلي توفق باختياره لبدلة باللون الأحمر مع بنطلون أبيض. واختارت النجمة كاترينا كيف إطلالتها لتكون بساري مينت جرين مع زوجها فيكي كاوشال يلي ظهر بشكل أنيق في هالبدلة السوداء، وبيعتبر هالعيد هو الأول ليهم مع بعض كزوجين. ووسط ظهور شائعات عن وجود علاقة رومانسية بتجمعهم، ظهر إيديتيا روي كابور بقميص وبنطلون أسود، واختارت أنانيا باندايا هير أوتفيت بنفس اللون الأسود ولكن مع نقشات باللون الأبيض. واحتفلت النجمة كارينا كابور بعيد الدوالي مع زوجها سيف علي خان وأكيد مع مشاركة أطفالها، فظهرت بساري أحمر بسيط وأنيق، واختار زوجها بدلة باللون الأسود مع بنطال أبيض وهو نفس الأوتفت اللي اختاروه للصغار. ونروح لأحدث عروسين في بوليوود، علي فازال وريتشا شادها يلي اختارت إطلالتها لتكون باللون الزيتي مع الإكسسوارات، وظهر زوجها ببدلة باللون البيج مع بنطلون أبيض. لقطات حب عفوية ظهرت بين روبينا ديلياك وأبيناف شوكلا يلي ظهرت إطلالتهم كتير مبهجة، فاختارت روبينا ديلياك ساري مطرز باللون الفضي واختار زوجها بدلة باللون الأصفر. وبيعرف عيد الديوالي باسم مهرجان الأضواء، وبيستمر الاحتفال به لمدة 5 أيام متتالية في فصل الخريف في شهري أكتوبر أو نوفمبر، وبيتم فيه إنارة مصابيح الزيت أو الشموع كرمز لانتصار النور على الظلام والخير على الشر. كريستي ماكلاود هي فنانة بريطانية صارت حديث العالم كله، والفضل بيعود للريد دريس يلي ما كان مثل أي فستان أحمر عادي أبداً، حيث عملت عليه لأكثر من 10 سنوات وجعلت كل سيدات العالم يوضعوا بصمة عليه. ماكلاود فنانة نسج درست في جامعة الفنون والمنسوجات، وكون أم لولدين لم يعيقها من توحيد العالم على شيء واحد وهو الفستان الأحمر يلي أخذ أكثر من 10 سنين من التطريز على يد 347 امرأة من مختلف البلدان والثقافات، كلهم جمعتهم كريستي ليحكوا قصصهم على قماش حرير الدوبيون الأحمر. اليابان، بيرو، كوسوفو، الهند، الفستان بلش رحلته من إنجلترا وعبر القارات وزار 47 دولة ليختم رحلته بمصر، وتم عرضه باحتفالية بالسفارة البريطانية بالقاهرة احتفالاً بانتهاء الفستان. قبلنا كريستي وحكيت لنا عن قصة الفستان الأحمر وكيف بلشت الفكرة. So in 2009 I decided I wanted to create a piece of work that would draw together as many different women from around the world to share their identity and their culture and if they had a story to tell. هيك فستان بيحمل كل التطريزات، أي حدا كان ممكن يختار لون القماش يكون أسود أو أبيض، ولكن كريستي اختارت يكون أحمر، وأكيد كشفت لنا ليش اختارت هاللون الجريء. Yeah, because you can't ignore red. It's such a powerful color and it's linked to so many very strong emotions like anger and passion and love and blood. So I wanted the dress to be noticed, so I needed to make it red because it was like, look at me, you know. من بين 47 دولة كان الختام بمصر، ولهيك حكيت لنا كريستي كيف تواصلت مع نساء سيناء ليشاركوا بعمل الفستان. I know a lady who works in St. Catharines who knew Salima and knew of the Fansina artisans, so I had a direct link
which was brilliant. So I came out in 2015, and so it's very, very lovely, lovely process. تصميم الأزياء مش مجرد ألبسة ودور أزياء كبيرة، بل أيضا هي مهنة فيها تجمع العالم كله بالضبط مثل ما الفستان الأحمر عمل. هيك بتكون انتهت حلقتنا لليلة من فاشن نيوز أريبيا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا كل الفقرات يلي قدمنا لكم إياها. أنا أكيد بشوفكم الأسبوع القادم مع فقرات جديدة. باي باي.